بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده ان شاء الله اي حد يقدر يفك صامولة ويربطها يقدر يعمل الفيديو ده، مش محتاج اي عدة خاصة. مفتاح رقم 12 ده في اغلب السيارات. يعني اللي احنا هنعمله ان شاء الله النهاردة هنغير التيل او الاقمشة او الفحمات الخاصة بالاطارات الامامية. السيارة بتاعتك لو الفرامل الخلفية برضو نظام الديسكات، ديسكات في الخلف، هتقدر تعمل كده. الموضوع ده موضوع سهل جدا، مش عايز قلنا الا مفتاح واحد بس غالبا رقم 12 تقدر تعمله، هتوفر كتير جدا. الفيديو ده انا عامله بطريقة سهلة للمبتدئين اللي ما عندوش فكرة عن اي حاجة خالص. هتعرف كمان في الفيديو ده امتى تغير التيل او الاقمشة او الفحمات، ايه هي الاستهلاك. بعض الميكانيكية بتروح هناك تعمل اي حاجة يقول لك غير الاقمشة او الفرامل دي وهي يكون لسه سليمة لسه فيها، هتعرف امتى تتغير وامتى لا. واحنا فكينها هتعمل صيانة كمان للفرامل. كل ده للناس اللي هي ما عندهاش فكرة عن اي حاجة في الميكانيكا. نشوف مع بعض دلوقتي يا جماعة. هنغير التيل او الاقمشة او الفحمات بتاعة الاطار الامامي. بنعوز لقمة 12 اهي بس كده، نظبطها على طريقة الفك كده. هو مسمار واحد بس زي ما احنا شايفين كده اهو كده. طبعا ما يتهمش في الارض، ده يتحط على حاجة كده بس خلاص. شايفين هنعمل ايه؟ هنرفع دي كده اهي بالشكل ده بس خلاص. هادي الفحمات بتاعتنا او التيل. طبعا ده مليان. العلامة دي هي اللي بتحدد لنا الحد الاقصى للتغيير. يعني طول ما العلامة دي موجودة يبقى التيل او الاقمشة او الفحمات دي شغالة كويس. ادي الطريقة اهي بس كده اهي. نجيب الاتنين التانيين ونحطه. طبعا يعني ما خدتش اقل من دقيقة يعني. ماشي في الاطار يا جماعه. احنا خلاص غيرنا التيل ده، هنعمل بالمره احنا فاكين دي صيانه سهله جدا. اللي هنستعمله اللي هو زي الدبليو دي 40، نفس النتيجه يعني، بس ده امريكي كده. ده مكبس بيمشي كده ويروح كده. لو ندوس فرامل ده بيطلع هنا بيضغط على دي، ودي بتيجي كده. هنحط ده كده يعني كده. لما ده بيجي كده الجزء الهوب كله ده بيتزحزح للداخل كده، فيبقى في ضغط من هنا وده بيضغط هنا. طيب فاحنا عايزين ايه؟ ننظف المنطقة دي ونخلي الحركة بتاعت المسمار ده سهلة. بصوا ازاي؟ هنزق دي كده بس كده، طلعت في ايدينا كده. فاحنا اللي عايزين هنعمله هننظف دي كده من جوه، شايفين؟ وده كده شايفين، بحيث يبقى ده نضيف كده. شايفين في ايه كده اهو؟ تبقى الحركة بتاعت ده سهلة جدا اهو. شايفين المنظر اهو كده. طبعا غلط نسيب ده كده لان ده تقيل، ممكن نحطه كده اهو ونشتغل كده. ننظف ده كويس كده. كده دي كاوتشة للحماية، نركبها مكانها كده. طبعا في تراب دخل جوه بعد ما نضفنا المنطقة دي كده من الأدربة. هنركب دي كده، بترفع لفوق شايفين ازاي، وتدخل جوه هنا ونقفل الكاوتش. شايفين ازاي اتقفلت ازاي اهو؟ يعني دي مقفولة ودي مقفولة من هنا تمام. نفس الكلام المسمار بتاعنا ده اللي بقى هنا، نفس الكلام ننضفه كده
عشان يمشي من هنا جوه يبقى نضيف كده. تمام. طيب احنا خلصنا دي. الحاجة التانية المكبس ده ننظف حواليه نفس الكلام، شايفين كده، نحط دي جوه، شايفين حاططها فين؟ جوه كاوتش كده، بحيث ان ايه يبقى الحركة بتاعت المكبس ده سهلة في الطلوع والدخول. بس كده ده احنا اللي عملناه اهو كده، شايفين؟ شايفين الحركة سهلة ازاي؟ هو ده كده الهوب ده بيشتغل كده، لما المكبس ده بيكبس كده ده بيطلع او بيدخل للداخل كده كده، شايفين اهو. بس ونقفل المسمار بتاعنا اهو كده. ونعكس دي كده للقفل كده، شايفين كده خلاص كده. نكب هنا ميه عشان نغسل الزيت ده وخلاص كده. يبقى احنا كده خلصنا الصيانه دي. طبعا زي ما شفنا ما خدتش كلها على بعضيها، ما جبش 5 دقايق، في منتهى البساطه وما فيهاش اي خطوره، ومش ممكن تغلط في حاجه تبوظ حاجه، يعني ما فيهاش مجازفه بشيء. يعني نتمنى ان اي واحد يقدر يعمله، ونشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.